فيما يتعلق بالتصعيد جنوب لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما أكد حزب الله أن من بين القتلى 2 من عناصره. وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مرجعيون أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى سقوط قتيلين وأربعة جرحى في حالة حرجة. من جهتها أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة بمرجعيون تكثر فيها المحال التجارية. إذن تنضم إلينا مباشرة من صيدا مراسلتنا سارة شحادة. سارة، الضربات الأخيرة على مرجعيون، تفاصيل هذه الضربات وإذا ما طالت مناطق أخرى وتحركات الحزب بالمقابل. نعم شاهندة، انخفاض في حدة المواجهات في العمليات العسكرية منذ الصباح حتى الآن. سجل فقط قصف مدفعي إسرائيلي على الخيام وعلى دير ميماس وأيضا على كفر كلا، بمقابل استهداف من قبل حزب الله على موقع معيان باروخ، وأيضا منذ قليل هجوم بالمسيرات الإسرائيلية على خربة ماعر. على عكس يوم أمس، كان هناك شهد يوم أمس ارتفاع في حدة العمليات العسكرية من قبل الطرفين. كان هناك كثافة في الغارات الإسرائيلية، طالت مرجعيون والعباسية وحولة وبليدة وغيرها من البلدات، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وعدد إصابة عدد من الجرحى، حوالي 17 جريح في العباسية وأيضا ضحايا في بليدة وفي مرجعيون. طبعا بانتظار كيف سيكون هذا النهار، هل ستتأثر حدة المواجهات بالحركة الدبلوماسية الحاصلة في لبنان، أم يعني هل ستنخفض أم ستبقى حدتها مرتفعة كما نشهد في هذه الأيام؟ بالحديث عن تحركات الدبلوماسية سارة، هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم إلى بيروت. ما جدول هذه الزيارة وما تقول إليه هذه المباحثات مع الجانب اللبناني؟ نعم، من المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي سيجورني كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. طبعا هو سيحمل معه رسائل تخص كل التطورات الراهنة وخاصة التخفيف من التصعيد في المنطقة. هذه الزيارة هي تأتي بعد زيارة الموفد الأمريكي أموس هوكستين يوم أمس، والتي أتت قبيل انطلاق المفاوضات في الدوحة اليوم، ويعني حمل فيها هوكستين رسائل وأكد فيها بأن أمريكا تؤمن بأنه لا زال بالإمكان الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي، وأنه من الضروري اليوم اللجوء إلى المفاوضات بدل تكبيد لبنان والبلاد مزيد من الخسائر. حسب المعلومات أيضا فهو لم يحمل معه تهديدات كما يتم التداول، بل هو حذر من تداعيات غياب حل سياسي وحل دبلوماسي. طبعا نتائج هذه الزيارة حسب ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال بأن اليوم أفضل من أمس، ورغم أنه لم يصرح تفاصيل حول هذه الزيارة إلا أنه أبدى ارتياحا حول زيارة هوكستين إلى لبنان. كذلك الأمر في لقائه مع نواب المعارضة الذين التقاهم هوكستين أيضا في مجلس النواب، اعتبروا وأكدوا أن هناك جدية في التعاطي من قبل الإدارة الأمريكية لناحية وقف إطلاق النار إن كان في غزة أو حتى في الجنوب اللبناني. بمقابل كل هذه التصريحات التي يعني المتفائلة، هناك بعض التصريحات التي لا تؤمن بالوعود الأمريكية وتعول اليوم وتنتظر المفاوضات التي ستحصل في الدوحة، والتي تعتبر يوم مفصلي في تحديد مصير الحرب إن كان في غزة أو حتى انعكاسها على لبنان. شكرا جزيلا لك سارة.